يسعد أوقاتكم أخواني وأخواتي أينما كنتم. في الواقع الفيديو هذا هو وليد اللحظة. أنا كان في بالي أني أنشر ستوري شيء تاني ما له علاقة بالموضوع اللي حأحكيه، ولكن صدفة وقع ناظري على بعض المنشورات لبعض الأشخاص يلي كانوا عم بيعبروا عن فرحتهم بنصر المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي، وهذا حقهم. ولكن أن يحتوي هذا المنشور على ألفاظ عنصرية تجاه العرق والدين بشكل متدني جدا، فأنا هذا الشيء استوقفني وأحزنني وجعلني أني بصراحة أسجل هذا الفيديو. وحابب أوجه رسالة لهؤلاء يلي هنن بالأساس جايين من هذيك المناطق يلي فيها، أو خلينا نقول هالمناطق أو المشرق اللي هو مهد الحضارة والديانات السماوية. بدي أوجه لهم رسالة: إذا أنت عندك مشكلة في انتمائك لهالمنطقة ما لازم تعالجها بشكل عنصري. وأنا أعلم بأنه هؤلاء هم يزعمون بأنه هن أصحاب قضية، فصاحب القضية لابد من أن يكون سامي بأخلاقه، ولازم يكون إنسان أفضل من الظالم. ولكن للأسف أمثال هؤلاء هن ضحية مفاهيم وضحية جهل، وأنا هون ما رح أجي أقول لهم كيف ممكن يكون، ولكن بقول لكم اشتغلوا على أنفسكم، ولا مرحبا بكم وبأي إنسان عنصري أو عنده أو يصدر عن 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 الكراهية، لا مرحبا به في عالمي وفي مثل ما يقولوا في 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 المجال اللي أنا موجود فيه. فأنا أطالبهم بأنه ينسحبوا قبل ما أنه أنا أبلش ب مثل ما يقولوا حملة تنظيفات من عندي، لأنه أي إنسان عنصري وأي إنسان كاره ما عنده أي مكان عندي. شكرا لكم وإلى اللقاء.